بفاملي اليوم مشاهدينا رح نحكي عن وحدة من أخطر المشاكل اللي عم نواجهها مش بس بمجتمعنا إنما بكتار من مجتمعات العالم، وهي الزواج المبكر. بس تنعطيكم فكرة حول خطورة هالحالة مشاهدينا، كل سنة حوالي 14 مليون صبية دون عمر 18 سنة بتتزوج، وبمعظم الحالات خارج عن إرادتها. اليوم رح نحكي عن الأسباب الاجتماعية والأثار النفسية مع ضيفتنا زينة زربي. صباح الخير زينة. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. حضرتك اختصاصية بعلم النفس العيادي ومعالجة نفسية، اليوم عم تطرحي مشكلة مرافقتنا من زمان، يمكن من مئات السنين، ومش بس بلبنان، بكتار من دول العالم، الزواج المبكر. وهون عم نحكي عن زواج ممكن يبدأ بعمر 9 سنين ببعض الدول، وصولا لعمر 17 سنة اللي كمان بنعتبره زواج مبكر. وعنا كمان مش بس ببعض الدول. وكمان بكتار من الحالات بيعتبروها امر كثير طبيعي انه الصبيه عندنا تتزوج بعمر 15 16 17 سنه، وبس تتخطى 18 سنه او لا سمح الله ال 20 سنه بيقولوا عندنا ست. ما بحب استعمل هالكلمه، بس شو الاسباب اللي ممكن تخلي الصبيه بهالعمر تقبل تتزوج؟ هلا اكيد رولا، مثل العاده مش كل العيال مثل بعضها ومش كل الظروف مثل بعضها، بس خلينا نقول اجمالا الناس يلي بيخبرونا او اللي بنسمعهم بيكون اجمالا بيعانوا من حاله فقر، يعني دائما بحسوا بيكون عندهم 6 7 اولاد، وهيدي البنت بتكون يعني بنت مثل كل هالبنات عبء مادي واقتصادي على العيله، دونك بحسوا انه بس تتزوج بيخلصوا من همها، يعني من هم الطعامه. نعم اوكي. واجمالا كمان حسب الحالات الزلمه اللي بده يتزوجها هالبنت بيدفع مصاري تيقدر يتزوجها، هيدا واحد من هالاسباب. يعني اللي هو عم يشتري غرض اذا بدك من بيت اهله، عم بحطه ببيته اذا بدك، لانه بنبسط الامور ايه، او خلينا نقول في مقدم بيكون انه قيمته الماديه كبيره او دوت او حسب، يعني بدل اذا بدك بدل اذا يعني هيدا الشيء، وهيدا حاله فقر بيكون في تعدد اولاد، هيدي اول شغله. فيه يكون كمان ايام كمان حسب المناطق وحسب كذلك العوايد الاجتماعيه والثقافيه، بيكون مجتمع عشائري، يعني بيكون مثلا بتخلق هالبنت وبيكون خلقان صبي بعائله معينه، او بيكون مثلا عندها ابن عم كبير بيقولوا هالبنت رح تكون لهيدا الشخص، دونك هي وصغيره تقر يعني قرروا مصيرها بشكل انه لازم يكون تا العيال او الشيف تبع العائله مع شيف هذيك يعني العائله، يعني من صغرها هالبنت لها الصبي، وكانه اتفاق بين العائلات من وقت ولاده هالصبيه. مزبوط، يعني هيدا كمان يعني موعوده لحدا من وقت ما خلقت. مزبوط، وهون يعني ما في حل، يعني ما عندها خيار، ما عندها خيار، انوعدت بدها تربى بهيدي الفكره، دونك هيدي كمان وبتتربى على هالفكره انه امر كثير طبيعي انه يكون مختار حدا لالا انه تتزوجوا بهالعمر المبكر، يعني بيكون شيء كثير طبيعي لالا. ايه يعني عم تربى انه انت لهيدا الشخص، يعني شو ما بتعمل حتى هو بتوجهه لها بيكون مفهمه وهي فهمانه انه هي لهيدا الانسان. نعم. هي لهيدا الانسان. واجمالا يمكن هول الفتيات رولا ما عندهم، يعني ما عندهم خيار، ما عندهم خيار، يعني بيكونوا يعني ما بياخذوا برايها، ما عندها الحريه انه تعطي رايها اذا بدها ام لا، انه ما بدها هالشخص بدها غيره. يعني اجمالا في عندها شيء هو خلينا نفهم شغله، انه بس يكون في الزواج منه موضوع بيجي لوحده مشتت. هي مثلا بتكون ربيانه انه بيضربوها يمكن ايام هي وطفله، بتسمع كلام مدين لها حماره بهله، يعني بتستاذن انه حيوانه، ايام بيتلفظوا يعني بنشهدهم كلمات بلا ما يكون في يقين. نعم. انه هيدا الكلام عم بخفف من مستواها، يعني هي بحطم شخصيتها ولا، يعني هي مش انه ربيانه انه هي از برنسس وبس، انه هي مثل بالمملكات الكبيره انه خلص هي موعوده بهيدا يعني الزواج. يعني بمعظم الحالات مثل ما قلت قبل، حتى ولو خارج عن ارادتها ممكن تعتبرها انه فرصه حتى تحسن حياتها او تعيش حياه افضل، يعني من ظروف سيئه لظروف اقل أسوأ. ايه يعني هون كمان اللي بيحزن شوي انه بيكون في حلم، يعني هي هيدي البنت في عندك شقين، شق انه ما عندها حل، وشق انه هي عايشه بظروف بتحس انه هيدا الزواج
من وراء المسلسلات التركية اللي بيحضروها، من وراء قصص الحب اللي بتكون مغذية، يعني كيف قبل سندريلا وشابيرون روج وبيجي الملك بخلصها، بيكون بهيدا الزواج في حلم خلاص. بس هيدي البنت ما عندها إدراك بواقع الزواج بيومياته وبكل شيء ممكن تتطرق له. يعني ما مستوعبة شو هي فكرة الزواج، شو هو، شو هي الحياة الزوجية، شو المطلوب، شو واجباتها، شو دورها، شو الوظائف اللي لازم تأديها. ايه يعني هي عايشه مثلا بتكون فكر انه في هالحفله وفي العرس وراح تقعد على كرستين راح يكونوا قاعدين ويجوا الناس يهنوا ويجي كادويات وهي تكون العروس، يعني بي 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 في الحلم بالامور اللي هي شويه تياترال، يعني مثل شيء مسرح. هون في تناقض كثير كبير زينة بين القصه اللي موجوده بحلمها واللي اكيد بتحلم انه تعيشها، وكمان الواقع اللي عم تشوفه ان كان هي ظروفها بالبيت او يمكن الطريقه اللي اهلها بيتعاطوا مع بعض، الطريقه اللي بتشوف بيا بيتعاطى مع امها. ايه يعني اجمالا في تشوف، هلا اكيد بنرجع بنقول انه مش كل الناس مثل بعض، مش كل الناس بتتجوز بكير كرمال ذات السبب، بس يمكن بتشوف بيا عم بيتعاطى مع امها بتقول انا بدي اروح على بيت ما في هيدا الشيء. نعم. اوكي يعني هي من ميله بيقولوا، يعني مثل ما كنا عم نقول شوي انه تحت الهوى، انه بنسمع كثير بنات تقول ما انا بدي اياه، ما حدا جبرني، انا طلبته. نعم. بس هي بدها اياه على حلم، مثل كتير نساء بدها ولد بتحبل تنبسط ببطنها المكون. على حلم ما بقى له أي أساس بالواقع. فوالا. يعني مثل ما كنت أقول إنه ما رح حبلي بتنبسط إنه واو اجتماعياً وحامل وكذا، بس يوعى البيبي وبلش يبكي بتعمل ديبريسيون. خلينا نحكي شوي زينة عن العواقب النفسية وكمان العواقب الجسدية لصبية بعمر 14 15 16 عم تتزوج. أوكي. إذا بدك من ناحية يعني حتى قبل شوي اجتماعي، يعني بدي أذكر شغل يعني قبل الجسد، هو انه بتطلع من الدراسه، يعني اوتوماتيك ما اذا تزوجت عمرها 13 سنه يعني انتهت حياتها الاكاديميه. هون عم تمنع عنا ثقافه اللي هي يمكن اكبر كارثه عم بتواجه المراه اليوم. ولا يعني بس توصل احسبي عمرها 13 ظهرت، شو وقف يوصل على دماغها المعلومات؟ نعم. وقفت تتواصل مع كذا انسان راشد، المدرسه شو بتعطيك؟ عندك معلمه 2 3 12 معلمه، انت عندك 12 موديل. نعم. 12 موديل فيك تمثلي فيهم، 12 مادة فيك تكتسبي معلومات. مش بس مع معلومات أكاديمية، عم نحكي عن معلومات هي بحاجة لها بحياتها الزوجية. اكزاكتو. بس انه تعرف فكري انه ب 13 سنة كل الناس رح تنظر، ما بيعطوها معلومات على حياتها الزوجية. يعني مانا بريوريتي بعد. إذا كملت دراستها مش بعمر 13 سنة. مزبوط. يعني كله هيدا عم تفتقد لسه. دونك أنا اللي بدي أقوله كأنه عم تقولي لا أنا شلتك جبتك، ما فيك يكون عندك مهنة، دونك أنت خاضعة. عم برجع على البوينت تبعك، جسديا ونفسيا على هيدا المحل يلي كانه حطيتيها بزاويه يعني بحبس. مستواها الفكري بتوقف عند 13 سنه 14 سنه او اي عمر بتقرر تتزوج فيه. اكزاكتو. هيدي هي. دونك هون من هيدي الناحيه اذا بدك الثقافيه، وما فيها تعمل مهنه. دونك اوتوماتيك ما اذا انت ما عندك اي سلاح بايدك خلص ما بقى في سلاح، مجبوره تخضع للامر الواقع، خاضعه ماديا مطيعه. هذا عنوان كثير رئيسي، الطاعه. هون عم تتعلم كيف تكون مطيعه لاي شخص بيجيها من باب الفوقيه، تسمع الكلمه من دون اي اعتراض، ان كان اما او بي او خيا بالبيت، انتقالا لزوجها واكيد لاحقا حماتها. مزبوط مزبوط. يعني مثل ما قلتيهم، يعني هيدي هي انه بالنهايه هيدي بنت شي محل عم تنقل، اذا بدك نرجع اجتماعيا، من بيت اهل هي الطفله عم تنتقل من طاعه لاهلها لطاعه لحماتها. نعم. وهيدي الطاعه يعني كانه زلمه هو وامه عم بيربوا سوا. نعم. طفلة عم تفوت على بيتهم، هل هيدا أساس للزواج؟ لذلك لها سبب بعض الدول الغربية أو المتطورة بيعتبروا الزواج المبكر نوع من العبودية، وأكيد كتار من دول الغرب يعتبروها أكيد انتهاك لحقوق الإنسان، وأكيد بشرعية حقوق الإنسان هالشيء موجود. مزبوط. يعني هو في أسباب لهالشيء. يعني تخيل أنت عم تنتقلي، وأنا ما جاوبت على سؤالك هيداك يلي هو يعني العواقب. نعم. النفسية والجسدية. نعم. بس يلي هي كمان هيدي كتيرة، يعني بمحل إذا عم نرجع شوي بالتسلسل اللي هنا. بس ندعي أي مشاهدة أو مشاهد عم بيحضرنا حابب يشاركنا أي تجربة أو يعطينا رأيه بالموضوع أو يطرح أي سؤال عزينا، نتمنى نسمع منكم مشاهدينا. العواقب النفسية، شو شعور عند الصبية اللي بتلاقي حالة بظروف مختلفة تماما من ناحية، وكمان بتشبه كتير اللي كانت فيه من ناحية تانية، وكأنه هالحلم اللي قضيت سنين، يمكن مش سنين طويلة ولكن سنين عم تحلم فيه،
بينفجر امامها. يعني غولة اذا مثل ما عم تقوليهم كلهم بالتسلسل اللي شفناه، هيدي البنت طلعت من المدرسه اجت نقلت من بيت طاعه يلي هو بيت امها وبيها لطاعه حماتها، اوكي، يلي عم بيربيها عم بتربيها مع جوزها بهالتربيه، هي عم هون عم بيصير بعدها طفله. دونك انت بس يقول بربيها على ايدي، يعني انت بدك بنت صغيره، ما بدك بارتنير شريكه. دونك هالبنت اجت ليك الخطوره بتقولي لها كوني بنت وكوني امراه، كيف في تناقض هون؟ ايه يعني انا عم بستقبلها كوني البنت والام بنفس الوقت، بعد ما في ام. انت بنت تعي بدك تطيعي، بس انت امراه بدك تقضي واجبك الجنسي. نعم. واجبك الزوجي. طيب واجبك الجنسي اوكي عمرها 12 البنت بعدها بسن البلوغ. بتعرف عن الجنس؟ ايه ايه لا قبل، يعني قبل هل الجنس. هل جسمها جاهز انه قبل تمارس هالشيء؟ قبل بعدها بتعرف 12 بتكون بعدها عم بيتكون صدرها. عم هالجسد غريب عليها، ما بتعرفه هي بعد ما تكون كله، العادة الشهرية جديدة عليها. هيدي بنت بعدها مصابة ب ب ب كيف بدي لك بزاغوري، يعني هذا غرابة للجسد. غير ما نحكي عن عواقب الحمل إذا حملت. إيه يعني عم بقول لك أنا بعد ما يعني بعدني أنا بهي إتا عم تكتشف. بتوصل لمحل هالجسد اللي هي ما بتعرفه، الرجل بده تتعرض إنه يقشعه، بس هي ما أنا كونفورتابل فيه. يعني تقول لك لأي درجة نفسياً هي ما أنا مرتاحة بهالجسم، عم بيتفرج عليه، عم بيدق عليه فيه. انت بتعرف انه قبل ما يدق فيه ما في فترات للفتاة بالممارسة للعادة السرية لتكتشف هي جسمها، لتقدر تعرف بالمراهقة هي وين بجسمها. هذا كله ما عاشته ماشي، لذلك اكيد ما في لذة، لذلك دايما بتحس حالة نوعا ما مقصرة، وكمان شعور بالذنب انه ما عم بتقدر توفق بين كل الادوار اللي فجأة لقت حالة مجبورة انه تأديها. وقبل ما اخذ رأيك بالموضوع بدنا ناخذ اتصال من زينب. صباح الخير زينب. الو صباح الخير. تفضلي ست زينب. بس بدي اقول لك بالنسبه للبرنامج اللي حاطينه هلا انه بالنسبه للزواج المبكر للفتاه، نعم، انه بس انه هيدا اللي عم تحكوه هلا بال على التلفزيون، انه نحن عنا كثير كثير كثير، يعني ما صدقت انه هيدا الحكي عنا. نحن عنا كثير تطور بالنسبه للزواج البنات، كثير بالنسبه انه الاهل بيشيلوا البنت من بيتهم بالنسبه للاكل بالنسبه للتصرف. ما بعتقد هيدا شيء عنا بلبنان. يعني انا بقول انه اكثر شيء الاهل بيفرحوا ببنتهم، بيفرحوا انه بدهم يزوجوا بنتهم، يعني يشوفوا عندها ولد يشوفوها مستقله بحياتها. هيدا نحن اللي عنا يعني وارد عنا، مش اكثر من انه مثلا لا بدنا نطلعها من بيتنا حتى نزوجها مشان مصروفها او شيء. ست زينب هون عم تحكي يعني حتى ولو جوزت بعمر 13 و14 و15 سنة؟ أكيد ضد هيدي الفكرة 100%. هيدا الموضوع اللي عم نحكي عنه اليوم ست زينب، الصبية اللي بيزوجوها بهالعمر. أنا عايشة بوضع إنه يعني نحن عنا البنت هي عم تجبرنا إنه نزوجها، يعني تحت كل الضغوطات ما بنخليها تتزوج بهالعمر. بس هي بتكون بالنسبة انه عم تطلع لبرا عن مدرسة، المدارس كتير عم بيصير فيها كتير هيك انواع تخالط غلط، البنت عم تحب وتعشق وهيك عم بيصير. برأيك هالشي عم بيخلي الاهل يقرروا يزوجوها بعمر مبكر اكتر؟ سوري في جواب ولا تفضلي زينب. زينب اكيد نحن ما عم نتعرض للناس يلي اكيد عم يعني اللي عم بتقوليه نحن اكيدين ما بمس بحضرتك يعني از ان اكزامبل انه او بكثير ناس مثل فضايلك. نحن عم نحكي عن مجتمع عم نوصل بنقريهم بالجرايد بالاردن حتى يعني ببعض المناطق اللبنانيه يلي ناس من وراء فقرهم او خاصه لاجئين عم بيكونوا جايين اعباء. هيدا المثل اللي اعطيناه باول الحلقه له علاقه بكيسز رينا طلعنا بوضعها. انا كمان بشتغل بمحلات باماكن بسمع كثير ناس تعرضت لهيدا الشيء، هي نساء يعني فيها تحكي
بعد فترة زمنية لهيدا الشيء. نحن هون ما عم نحكي المجتمع اللبناني مصاب بهالشغلة، نحن عم نقول هون للعشرة بالمية اللي هن مصابين نعم. بهالشيء تنقدر نفيدهم ونزودهم أو نحلل هيدا الواقع. نعم. نحن ما عم نعمم أبداً. كمان بس نقطة واحدة بدي أذكرها زينة، حضرتك عم تتجولي بمختلف المناطق اللبنانية وعم تروحي على الضيعة وعلى أماكن البعيدة اللي يمكن كتار منا ما بيعرفوها ولا بيقدر يوصلوا لها، وعم تجتمع مع الصبايا اللي عم بيعيشوا هالحالات وعم تلتقي فيهم مباشرة وعم تسمعي رأيهم الشخصي، هن أو أهاليهم عم تشوفي ظروفهم. يعني اكزاكتومون نحن عم مش هيك عم شدد للسيدة زينب إنه نحن ما عم نهمش فئة، لأنه اللي قالته كتير مهم، إنه ما في نظرة بتقول انه في فئه من الشعب منا بهيك وفي فئه تانية ما عم ندق بولا ديانه. نعم. هيدا شيء مختلط لكل الديانات، هو حاله اجتماعيه لبعض الناس لبعض الفئات مش كل الفئات هيك، تنكون واضحين. نعم. جدا، لانه عنا احترام حتى هدول الناس اللي بيعملوا زواج مبكر، نحن كثير متعاطفين مع ظروفهم النفسيه والاجتماعيه، لانه هول الامهات اللي بيزوجوا بناتهم هن امهات كثير بيعانوا وهي كمان بدوره تزوج بوقت مبكر، يعني بتنتقل من جيل لجيل بتصور. يعني الصبيه اللي عم تتزوج بعمر 15 سنه بمعظم الحالات كمان والدتها تزوجت بهالعمر، لذلك بيلاقوه امر ممكن. طبيعي. الاثار النفسيه حكينا عن بعض الاثار الجسديه، سريعا الاثار النفسيه تنحكي عن الوقايه كمان. مزبوط. كيف ممكن نحد من هالشيء؟ ما فينا نمنعه اكيد لاسباب مختلفه، ولكن نحد منه. بس بدي كفي بجملتين، قلت لك جسديا وين هي، دونك مشان هيك العلاقه الجنسيه خاصه مع رجل اكبر منا بيكون مثل تروما، لانه نعم. نفسيا هي منا قادره على هذا التواصل ولا حتى على هول الرغبه. هلا قلتي منا ما اكتشفت جسد جسمها هي، وكمان ما عندها اي فكره عن جسد الرجل بهالعمر، هيدي صدمه اخرى لها بدها تتحملها، بدها تضطر تتعامل معها مع رغباته. هون بتفوت بكآبه، هون باوقات بتوصل لحالات انتحار بس مش قوام، لانه بيكون في تذنيب، انت منك منيحة لي ما شطفت اليوم ومتبخي له، بس هي منا بيموت تطبخ له، يمكن بهذا العمر بعد هي عبالها تلعب عبالها تقعد مع الفتيات عبالها تحضر تلفزيون، دونك هيدول كله يعني تهميش معين. وإذا منلاحظ شوي بين الأسباب هيدا كمان جاي، إذا بتلاحظ ما بيزوجوا رجل بالتلتاش. نعم. ما بيحملوه هيدا المسؤوليه، دونك هون كمان جاي شوي الصبيه بتنضج اكثر. ولا هيدا الشاب. هيدا هون بتشوف شوي التفاوت بالنظره، كيف بيقولوا مش الجنسيه، التمييز نعم. اوكي التمييز الجنسي بين الرجل والمراه، ودونك فوالا هيدول تقريبا. للاسف ما العمر ما عم بيكون ابدا متقارب، وبحالات كثيرة لما بكون عمرها بكون تينيجر مثلا، مراهقه عم بزوجوها لرجل اكبر منها 20 سنة وما فوق. في معنى اتصال اخر سريعا قبل ما نفوت بالوقاية. الو صباح الخير. الو بونجور. اهلا وسهلا. تحية لحضرتك وللدكتورة، اذا تسمحي بدي اوجه سؤال لإلها. تفضلي. سؤالي هو حضرتكم عم تحكوا عن عمر صغير بس زوجوها وهي يعني بعدها جسديا مش بتقبل فكرة الزواج، طب ماذا لو إن هل يوجد حالات تانية بتكون وحدة بيولوجيا كبرت ولكن المونتاليتي لها بعض صغير مثلا، أو لنفترض إنه هل ممكن مثلا وحدة توصل عمر 36 سنة بيولوجيكمون تكون جاهزة للزواج ولكن نفسيا وروحيا وعقليا تكون بعدها مش جاهزه لهذا الموضوع؟ انا عم بحكي مثلا ببعض المجتمعات يعني بتاخذ منحة، سواء المجتمعات المحافظه يلي مثلا تنظر الى مساله الحب الى الزواج مثلا مثل العيب ما يؤدي الى تاخر زواج الفتاه، او بالمجتمعات حتى الثانيه بتكون منفتحه بصير يقولوا لها للبنت انه والله درستك جامعتك و و و الى اخره، ويصبح الزواج باولويه ثانيه، او يعني نشوف مثلا نوصل لعمر 36 حتى لو تزوجوا او بعدين بيتطلقوا، هل احتمال انه بس تتزوج بوقت متاخر ام تتطلق اسرع من غيرها؟
نعم. يا ريت لو بتجيب لي الدكتوره هون على سؤالك. شكرا لسؤالك، عم نبعد شوي عن الموضوع. لا بس هون سؤالك كثير مهم. عم نشوف هون العكس لما بصير. ايه يعني حتى اللي عم بتقوله عم تسمح لنا نرجع على موضوعنا انه مش بس لازم يكون في تكون حاضره جسديا، هي نعم. منا حاضره جسديا ومنا حاضره فكريا. وبس تجاوب سريعا للاتصال انه اكيد فكريا فيك فيها تكون وحده عمرها 40 ومنا جاهزه فكريا. نعم. كمان هيدا السؤال انه ليش جنسيا منا قادره تلتقى مع رجل. ما فينا نعمم وما في يقول نعم. الكل النسوان هيك، بس سؤال شي محل ليش الوحده بدها تضلها بنت امها؟ هل خلينا نقول الفيرجينيتي العذرية، هل العذرية هي كادو أو حفاظا على نفسها لأمها وبيها؟ يعني هذا نعم. واحد هذا موضوع حلقة كاملة زينة، معنا دقيقة واحدة تماما بس الوقاية أو كيف ممكن نحد من الزواج قانون المبكر. قانون مدني بيطلع يعني على كل القوانين الأخرى، لأنه بلا قانون شو ما اشتغلنا ما في دعم من القضاء. شو يعني قانون مدني؟ نشتغل على قوانين ممنوع الزواج قبل 18 سنة. بنت إذا ما وصلت على صف الترمينال وخلصت تحصيلها المدرسة، ما عم نحكي الجامعي، ممنوع تتزوج خلص كاتيجوريك. نفسيا أنا عم بقول لك في عواقب. يعني هون عم نحكي عن نحدد عمر معين وكمان نحدد مستوى ثقافي معين لازم تكون وصلت له؟ ضروري تيكون في مينيموم نضوج. أنا بقول لك ب 18 ما في نضوج لل 24، بس خلينا نقول باحتراما لهالناس اللي بدهم يتزوجوا بكير مش قبل 18 وانا قاطعه ما في. يعني هيدي ما نيجوسياسيون. نعم. ما في نيجوسياسيون، عم نحكي نفسيا هون بعلم النفس. بعلم النفس. نعم. اكيد اكيد. نعم. شغله تانية الشغل اللي نحن عم نعمله هو انه بدك تستمعي للناس، يعني بدك تخلقي شغلتين جروب دو بارول، يعني حلقات حوار تحضني هيدول الأمهات وتستمعي لآلامهم كأمهات عايشين كل عمرهم بالبيوت مسكرين على حالهم، ما عندهم ولا معلومة عن نمو النفس عند الطفل، عند النمو النفسي عند المراهق. نعم. على حاجاتهم هن كنسوان لنقدر نستمع لهم، نستمع لآلامهم، لأن ما فيك تقولي لاستمعي لآلام بنتك إذا أنت ما سمعتي لها لآلامها هي كامرأة. بدك تعطيها دينتك، يعني بدك الوجود. تعالجي الام قبل ما تعالجي البنت. كمان هيدا موضوع حلقه اخرى. بس بدي اقول بعد شغله، تفضلي. اليوث هالولاد شباب، تلاقي اليوث يعني شباب وبنات لازم ينعمل لهم نشاطات اجتماعيه ثقافيه، يظهرون مع اسيستانت سوسيال انيماتور سوسيال تيعطون بلان بي انه انتم فيكم تنبسطوا بالسبور، فيكم تنبسطوا بالثقافه، تنكون مبكلين. يعني قانون استماع للاهل، استماع لليوث، تنوجههم. نعم. على محل ثاني. شكرا لك زينة، طرحت عليك عده افكار لمواضيع جديده بتامل نحكي عنهم بحلقات مقبله. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. تينا صباح الخير. هلو. قد ايه حلو موضوعنا اليوم؟ كثير حلو. كثير حلو وكثير مهم. بتتفاجئي انه هالحالات بعدها عم بتصير، وبرجع بكرر انه احنا مش عم نعمم، ولكن وكمان مش عم نحكي بس عن مجتمعنا بلبنان، عن مجتمعات كثيره، مش بس مجتمعات عربيه، كمان مزبوط. مجتمعات كثيره حول العالم. هيدي اهميه برامجنا رولا، والتوعيه بتضلها اهم شيء. نوعي الناس، لانه المتصله الست زينب عم تحكي معنا كانه هالحاله ابدا مش موجوده، يمكن لانه بعيده عنا او هي ما فجأة، بس صدقيني موجوده كثير من موجودة بكل مجتمعاتنا للأسف. قد ايه كان عمرك لما تزوجتي تينا على سيرة الزواج؟ صغيرة، مش كثير صغيرة بس صغيرة. بس عم بسألك لأنه أنا كمان كنت صغيرة نوعاً ما، وبعتبر حالي 10 سنين بعد ما تزوجت. أنا ما كنت الشخص أبداً اللي كنته قبل 10 سنين، فالمرأة بتتغير كمان مثل ما الرجل المرأة بتتغير. بتتغير والرجل كل الـ كل الـ كل الناس بتغيروا. و طيب خلص أوكي تينا، شوفي بي ولدان ولدان في أشياء حلوة اليوم وأشياء طيبة بنفس الوقت. شايل عزار معنا اليوم. ايه صح، كثير منيح. تفضلي قولها فكرات ولدان.